ولسه مكملين مع حضراتكم احتفالنا اليوم باسترداد طابة اللي كان بمثابة معركة على كل المستويات، معركة أبطلها جندي دافع ودبلوماسي فاوض، وكمان رجل قانون كان عنده معركة تانية مع التحكيم الدولي. يعني زي ما قلت يا بسنت، هي معركة كان كل المصريين متكاتفين فيها، الدبلوماسية المصرية، الجيش المصري، رجال القانون، الكل كان كل يعني على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، لأن المعارك دي كتبت بعد كده في التاريخ بحروف من نور تحديدا. فلو نتكلم عنها تاريخيا مع الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا أستاذة بسنت. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. اهلا بيك. ومصر كلها طيبة. وانت طيب وبالف خير، وكل المصريين بالف خير، وبنحتفل دايما كده يعني بإرادة المصريين الصلبة وجهود ابناء مصر اللي دايما موجودة فعلا يعني كتف في كتف في كل حاجة. احنا النهاردة شفنا جهود يعني استثنائية. خلينا نتكلم عن يمكن استرداد طابة، من زي ما كنا بنتكلم في المقدمة انه رجال القانون او الدبلوماسيين او حتى الجندي المصري، حابين نتكلم عن يمكن الجهود دي كلها اللي ابناء مصر بذلوها لاسترداد سيناء. تمام. يعني زي ما حضرتك قلتي، دي كانت ملحمة كبرى ان احنا نسترد ارضنا. بس عايز ارجع لتواريخ عشان افكر شبابنا بيها. في 5 يونيو 1967 في مؤامره كبرى تعرضت لها مصر، و سميناها نكسه لانه احنا لم نهزم الهزيمه الكامله، ان احنا ارادتنا تقبل الوضع الراهن اللي فرضوا علينا عدونا. لكن الحقيقة من 67 ل70 أدارت مصر حرب استنزاف رائعة واستعدت للعبور. في 73 تم العبور العظيم. بعد كل حرب لازم تبدأ المفاوضات لتنتهي العمليات العسكرية، وفعلا وصلنا إلى كامب ديفيد في سنة 1979. بدأ الانسحاب من سيناء في 25 ابريل 1982. لكن اسرائيل الحقيقه يعني عملت ممحكات وحاولت الاحتفاظ بجزء من ارض مصر. هنا عقيده الجيش والشعب المصري عدم التفريط في ذره رمل واحده، ولذلك اصرينا على استرداد طابا، والامر وصل الى التحكيم الدولي. في التحكيم الدولي ايضا كانت معركه دبلوماسيه هائله، لم تكن المساله سهله. دماء ابنائنا سالت من اجل استرداد سيناء، والمعركه الدبلوماسيه ايضا كانت ملحمه كبيره يعني تصدى ليها علمائنا. طب دكتور جمال، يعني حضرتك تحدثت عن موضوع هام جدا، لأن كان في تفاوض وكان في جهود يمكن استمرت لسنوات، وهي معركة التحكيم الدولي كانت ملحمة. عاوزين نتكلم على تفاصيل هذه الملحمة طيلة السنوات اللي امتدت ليها يعني. تمام. إسرائيل ادعت أو حاولت تلعب في العلامة، علامة الحدود. الأمر اللي أدى إلى مطالبتنا، وهم كمان طلبوا بالتحكيم الدولي، وبدأ التحكيم الدولي، وإحنا استعدينا بفريق عظيم من الأساتذة في مختلف المجالات. كان على رأسهم الدكتور عصمت عبد المجيد وزير الخارجية، والدكتور نبيل العربي، والدكتور وحيد رأفت، والدكتور مفيد شهاب، الدكتور صلاح عامر، أستاذ الجغرافيا الشهير الدكتور يوسف أبو الحجاج، أستاذ التاريخ الشهير الدكتور يونان لبيب رزق، وعدد آخر من المستشارين بوزارة العدل، ورئيس هيئة المساحة العسكرية، و ايضا رئيس اللجنه العسكريه الخاصه بترتيبات الانسحاب. هنا لازم اشير الى معلومه اثر لي بها استاذنا الدكتور يونان لبيب رزق، انه الجانب الاسرائيلي كان مدركا تماما انه ليس له حق في طابه، ومع ذلك يعني حتى في الممازحات بينهم كانوا بيقولوا ان احنا عارفين ان طابه من حقكم، لكن تمت معركة دبلوماسية هائلة
وانتهى الامر بانتصار الفريق المصري، وانتهى الامر بالتحكيم الدولي لصالح مصر. طب حضرتك بتتكلم يمكن عن تلاعب في الوقت ده في الحدود، وكان ليهم يعني خلينا نقول جدال معين، يعني المقابل اللي كان بيستخدمه الطرف الآخر أو بيعتمد عليه الطرف الآخر لزعم أحقيته في طابة كان إيه؟ تمام. يعني هنا وثائق جغرافية ووثائق تاريخية وحجج قانونية والأحقية التاريخية اتضحت، يعني كم هائل على فكرة من الوثائق. وطبعا مصادرها مختلفة، سواء الوثائق المصرية أو الوثائق العثمانية أو الوثائق البريطانية. وده جهد كبير جدا قام بيه أساتذتنا، أيضا كمية خرائط هائلة بتشير إلى تطور يعني حق ما حقيقة مصر في الحدود. وهنا بنرجع تاريخيا لمحاولة استقطاع سيناء نفسها سنة 1892، ومحاولة أزمة طابة الأخرى سنة 1906، وكل دي وثائق تم تجميعها لتثبت أنه العلامة الصحيحة بتاعتنا هي العلامة 91، واستردينا إسرائيل بتحاول أن تتلاعب، ولذلك جاء الحكم لصالحنا واستردينا آخر شبر في سيناء، وطابة رجعت أو سيناء رجعت كاملة لينا. شكرا دكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ جامعة عين شمس، شكرا لك. الحقيقة الحديث عن معركة استرداد طابة يعني لا يتوقف، وعشان كده احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر حلقتنا هي حلقة استثنائية من طابة مع زميلتنا العزيزة جمانة، علشان نسلط الضوء على بطولات أهل طابة، بطولات أهل سيناء، بطولات كمان الدبلوماسية المصرية والدبلوماسية يعني المصرية ورجال القانون تحديدا، اللي قدروا اللي هم يعني يكونوا قد التحدي وقدروا ان هم فعلا يرجعوا آخر شبر من أرض سيناء، أرض طابة للمصريين.